ومعايا عبر الهاتف الآن الأستاذ حازم فتوح وكيل أعمال جونيور أجاي، عشان له قصة النهاردة جونيور أجاي وكان في بيان بخصوصه لاعب سموحة. يا كابتن حازم منور ومشرف. أهلا بيك أستاذ كريم، أهلا بيك. أخبارك إيه؟ كله بخير؟ كله كويس الحمد لله. جونيور أجاي كان له بيان اليوم، يعني زي ما بنقول كده مثلا مبين زعل من إدارة نادي سموحة عشان الإصابة بتاعته، وإنه محتاج يعمل عملية أخرى، فلو حضرتك تشرح لنا الوضع أكتر يعني. لا البيان ما هو انذار وليس بيان، انت حضرتك بتتكلم على الانذار اللي اتقدم بيه جونيور اجاي النهارده ولا هو الانذار. الانذار هو متعلق الجانب الرئيسي فيه والشق الاهم هو الموضوع يتعلق بحاله اللاعب الصحيه. اللاعب عمل كان بيلعب مباراه وديه مع نادي سموحه استعدادا لبدايه الموسم قدام فريق القناه، وحصل اصابه خبر عن كسر مضاعف في عامه الساق، ونادي سموحه من بمعرفتهم واهتمامهم عملوا له عمليه تركيب شريحه ومسامير عشان يتم يحصل التحام للعظمه، لكن بعد فتره طويله من العمليه وبعد دخول لها في محاط تاهيل لقينا ان الالتحام ما تمش وبدات العظمه تطلع تاني من مكانها وتظهر من تحت، فسببت الام شديده للاعب ومضاعفات. فعملنا طبعا اتجهنا دكاتره برضو في القاهره، دكاتره كبار زي الدكتور احمد عزيز، وعرضنا الحاله عليهم وعمل تقرير بان لابد ان اللاعب كان ده الشهر اللي فات من حوالي شهر اربعه ان اللاعب لازم يعمل عمليه ثانيه بسبب ان العمليه الاولى حصل فيها مشكله خاصه ان الميكروب في مكان العمليه مكان الشرايح، فلازم يحصل عمليه ثانيه ليحصل اول حاجه ان يتم التنظيف والميكروب ده ازالته ويتعمل شرايح من اول وجديد مسامير. واللاعب يعني تواصلنا بشكل ودي سواء من خلال اللعبه او خلال لكن ما حصلش استجابه، المهم اضطرينا ان احنا نقدم انذار. وهو ليه يعني انا فاكر كنت قاعد مع الكابتن طارق العاشر في بدايه الموسم وقت ما كان مديرا فنيا لسموحه، وقال لي جونيور اجاي كان من اهم اللاعبين اللي انا باني عليهم شغل كتير فني، وكان اصابته حاجه صادمه، فانا مستني بفارغ، هو قال لي كده، انا مستني بفارغ الصبر عودته مره اخرى. هل سموحه فاهم او متفاهم فكره انه جونيور اجاي محتاجينه يرجع بسرعه عشان يشارك مع الفريق؟ طبعا الكابتن طارق العاشري مدرب كبير محترم، وكان ليه رؤيه واقتناع كبير في انه اجاي يكون اضافه، وبالفعل اللاعب كان بيؤدي فتره اداء كويسه جدا مع النادي، ومش عايز اقول اسباب بس قد تكون تغيير ادارات، لكن في النهايه يعني اي احتمالات شخصيه المفروض اللاعب يكون خارجها. ثاني حاجه والاهم يا استاذ كريم ان لازم يعني القائمين او مسؤولين النادي يعرفوا ان ده اسمه نادي سموحه المصري وده لاعب اجنبي، فمهم جدا ان نقوم بدورنا الانساني قبل ما نقول قانوني وحقوق، لما انا بتكلم على الجانب الانساني على جانب معنوي على كلمة ان ده الناس سموحه ده بيمثل النادي من الانديه المصريه. في حاجات يعني امور يعني مفروغ منها لابد ان هي يعني ما تحصل، ما فيهاش مجال التفكير اساسا ولا لو في اي حسابات فلا لاعب مالوش ذنب فيها. طيب انتوا قلتوا في الانذار انه هيتم التصعيد للفيفا لو ما فيش رد، هل في مهله معينه؟ طبعا حضرتك احنا العمليه المفروض تتعمل باسرع، انا بقول لحضرتك من شهر اربعه والدكتور احمد موصف تقريره ان العمليه تتعمل، تخيل احنا في شهر في نهايه شهر خمسه داخلين على شهر سته، فالعمليه المفروض تتعمل امبارح قبل ما اكون بكره، لما دي مهله ثلاث ايام بشكل عاجل، ولسه ما نعرفش ايه الاضرار اللي الدكتور بنفسه ده يعني احنا رحنا اكتر من دكتور مش دكتور احمد عبيد بس يعني عشان يكون القرار نهائي وحاسم، فكلهم اجمعوا على ذلك. لكن الضرر من اللي حصل سواء من الميكروب التراث اللي حصل في العمليه او فيما بيتاخرها، الدكتور نفسه انا ما اقدرش اجزم بالضرر 100% الا ما يتم الفتح الشفايين. انت عارف حضرتك ده عظم وفي ميكروب، فمش هنقدر نعرف ايه الضرر اللي وقع على اللاعب الا لما يتم العمليه. صحيح. اللاعب بيعاني من الام، العظمه بالفعل ظاهريا طلعت من مكانها وظاهره من تحت الجلد. صحيح. يعني حاليا في الوضع اللي انا بكلم حضرتك فيه حاليا. صحيح. طيب استاذ حازم هستغل وجودك معايا واسالك على يوسف اوباما، اطمنا عليه واطمنا كمان على مستقبله باذن الله في الموسم القادم. يوسف اوباما اموره كويسه وان شاء الله خلال اسبوع هيتحسن الامور يعني ويشوف القرار النهائي في القصه مع نادي الحزم ان شاء الله. يعني هو مكمل مع الحزم ولا هيرجع مصر؟ ما هو بقول لحضرتك الاسبوع ده هيتم الحسم، يعني النادي مستني بس يخلص مباريات، باقي له مباراه غير مباراه النهارده وفي اجتماع مع المدرب وتقرير المدرب، يعني امور فيها مراحل اجراءات بتتم، يعني مش بتخص الا بعد نهايه اخر مباراه في الدوري ان شاء الله. ان شاء الله. طيب بالنسبه لي ايمن اشرف، والحديث دائما وفي التقارير كثيره
انه في مفاوضات بينه وبين نادي الزمالك، هل هذا الحديث صحيح ام خاطئ؟ لا 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 غير صحيح. احنا ايمن كان يعني شغلنا كله متوجه خارج مصر، وموضوع ايمن ان شاء الله نهايه الموسم نتكلم فيه باستفاضه. يعني انا متفقين انا واللاعب ما كانتش فيه، لكن انا شغلنا كله متوجه خارج مصر. لا دي معلومه كافيه يعني، انا متفاهم. والطبيعي انك ما تتكلمش عن حاجه اللي تخص ايمن اشرف، هو الموسم بتاع الاهلي لسه شغال، بس انت دلوقتي وضحت توضيح مهم ان انت شغال لايمن اشرف خارج مصر فقط، ما فيش في مصر خالص. تمام، ده ينطبق على رامي ربيعه برضو. بالظبط يا فندم، رامي ربيعه خارج مصر برضو مش في مصر. بالظبط بالظبط، الاثنين زي بعض وان شاء الله خير. يعني انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل في نهايه الموسم باذن الله. بالتاكيد. استاذ حازم فتوح وكيل اعمال جونيور اجاي وعدد كبير من اللاعبين المصريين، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.